والله العظيم دينت الكروة ديال انا اربعة ايتام اولاد ابني، ودينت الكروة وجيت على مود اولادي، وانا البارحة مرتين داخلة مستشفى، وهسه ثالث مرة جيت هسه على السياسيين وعلى الملعونين وعلى المعممين، جميع مو واحد المعممين انما نريتهم غير هاي يوم ثاني. ليش هاي شبابنا شنو ذنب شبابنا؟ مو هالبتسر مبطلة؟ شنو ذنب مالها؟ شنو ذنب مالها؟ قاطعين السياسيين يوم يا هو سياسيين، شو تقول لي لهم السياسيين؟ اقول لهم طلعوا طلعوا وكلتوا حلالنا مالنا، طلعوا طلعوا نفط طلعتكم، قاعدين على بيار فلوس، طلعوا من عندنا على ابوهم لابو شرفهم.